وصلت إلى مطار الكويت الدولي بعثة منتخبنا الوطني للشباب والناشئين للتنس المتوج بلقب البطولة الخليجية للتنس التي أقيمت في مملكة البحرين الشقيقة. وكان في استقبال الوفد الشيخ أحمد الجابر العبدالله الصباح رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير. اكتساح للمراكز الأولى وحصد للميداليات الذهبية في مراكز الفرق والفردي حققها منتخب الكويت للتنس، وذلك خلال مشاركته في بطولة دول مجلس التعاون الخليجي للتنس والتي أقيمت على أرض مملكة البحرين الشقيقة. هذا وانطلقت البطولة خلال الفترة من 17 إلى 21 من شهر نوفمبر الجاري. سعدنا بتحقيق أبطالنا لمنتخباتنا الوطنية تحت 18 سنة و 14 سنة، المركز الأول والميدالية الذهبية في المشاركة الأخيرة التي أقيمت في البحرين، وطبعا بمشاركة جميع دول مجلس التعاون. وطبعا هذا الإنجاز تحقق من خلال فوز منتخبنا بالمركز الأول والميدالية الذهبية لبطولة الفرق، وكذلك المركز الأول ميدالية ذهبية لبطولة الفرق تحت 18 وتحت 14، وكذلك المركز الأول الفردي من خلال فوز عيسى قبزرد بالمركز الأول تحت 18 سنة، وكذلك فوز لاعب بدر أنتر بالمركز الثاني، كذلك ميدالية الفضية لبطولة 18 الفردي، وفوز اللاعب عبد الرزاق عبدال بالمركز الأول والميدالية الذهبية تحت 13 سنة. وبذلك احنا حصدنا كافة الميداليات الذهبية من خلال هذه المشاركة، وطبعا أود أن أشيد بجهود لاعبينا من خلال هذا الإنجاز. وطبعا هذا الإنجاز لم يكن يتحقق إلا من خلال دعم الهيئة التدريبية للاعبين بقيادة أبطالنا السابقين محمد الغريب وعبد الله مقدس ودعمه للاعبين. أنا سعيد جدا بهذا التواجد، بهذا الاستقبال لأبطال الذهب. الحمد لله سعيد جدا لأني ترأست ولي شرف هذا الوفد المشارك في بطولة الخليج لتحت 18 و14 الناشئين والشباب في المنامة في فترة من 15 إلى 22. والله والحمد لله أن الله وفقنا بعزم من الشباب وحماسهم صراحة وتنسيق من المدربين، استطعنا أن نفوز في بطولة الفرق تحت 18 سنة فرق وفردي. حققنا ميدالية الذهبية في بطولة الفرق، والحمد لله كان الإنجاز حلو ونستاهله بعد التعب اللي سويناه والتمارين والضغط من من اللاعبين وكذي. الحمد لله حققنا اللي كنا نبيه من زمان، وبعد ما خذيناها من 4 سنين تقريبا، والحمد لله ردينا ناخذها هالسنة وإن شاء الله نرد نكررها السنة الجاية وشي. صراحة ما واجهنا صعوبة مثل ما توقعناها، لكنها بطولة كانت حلوة والحمد لله فزنا. استعديتوا لها قبل لا تخوضون البطولة؟ طبعا احنا لعبنا تقريبا 6 بطولات قبلها متتالية، كانت صعبة حيل، فهالبطولة كانت شوي أسهل لنا بالضغوطات. إنجاز خليجي جديد يضاف لسجل منتخب الكويت للتنس. هذا ومن المنتظر أن يشارك منتخبنا للتنس في البطولة الخليجية القادمة للفئات العمرية والتي ستقام في سلطنة عمان الشقيقة، وذلك في شهر فبراير القادم. سلمان الغذوري لقناة كويت سبورت.